فاكرين الفيديو اللي وقع فيه محمد رمضان بسبب الجزمة بتاعته؟ اهو محمد رمضان دلوقتي اتعلم من اللي فات، ولما راح اتكرم تاني مرة بنفس الجزمة برضو قلع الجزمة ومش حافي علشان ما يقعش تاني. يعني نصيحة لكل جمهوري، محدش يأمن لأي جزمة. بصراحة أنا بحب محمد رمضان، ولكن الفترة الأخيرة دي في ناس كتير جدا بدأت تكرهه علشان خاطر أفعاله مع الناس، مرة الطيار ومرة مع النقاش ومرة مع أشرف فجلة بالترزي بتاع الهدوم. ولكن أنا بحب محمد رمضان علشان شغله. محمد رمضان بيديني دفعة وبيديني باور جامد جدا في إن أنا أقوم أكسر الدنيا وأحقق كل أحلامي، وعمري ما شفته بيتباع على خلق الله بالحاجة اللي عنده وبيغيظهم، بل بالعكس أنا شايفه دايما إن هو سبورتيف جدا لينا كشباب، اللي هو إحنا أوصله أنا بدأت من الصفر، هتوصلوا هتبقوا زيي وهتبقوا احلى مني كمان. لايك للفيديو لو عجبك كلامي، ولو بتحب محمد رمضان، ولو بتكره رمضان وما عجبكش كلامي اعمل ديسلايك للفيديو. بس لو هتعمل ديسلايك قول لي تحت في الكومنتات ليه عملت ديسلايك، هل عشان بتكره افعال محمد رمضان في الحقيقه، ولا عشان محمد رمضان ناجح ونمبر 1 على الساحه وانت مش قادر توصل وتبقى زيه؟ شاركوني برايكم، ونفتكر في النهايه ان كل واحد فينا ليه رايه وليه احترامه وليه الفنان اللي بيحبه، ومن حقه ان هو يحب الشخص ده او ما يحبوش. اشوفكم على خير، وكل سنة وانتم طيبين. بمناسبة عيد الاضحى المبارك، كان معاكم يوسف سعيد.